كمان وزيره الصحه اكدت انه الفئه العمريه اللي هي من 15 ل 35 سنه بقت بتشكل ربع الاصابات، وان الدوله خصصت 363 مستشفى في 27 محافظه لتعمل على مواجهة فيروس كورونا. قالت كمان أنه عندنا أكتر من 34 ألف سرير و 5000 سرير رعاية مركزة، 2400 جهاز تنفس، وأنه تم توفير 200 جهاز تنفس جديد هيتم توزيعها على المستشفيات للتعامل مع الفيروس. نسمع أرقام وتفاصيل أكتر في جزء تاني. 55% من الإصابات فوق سن الخمسين. احنا دلوقتي برضو بنقول ان الفئة العمرية من 35 ل 50 سنة بدأت انها تبقى من الفئات اللي فيها زيادات وفيها إصابات، وده ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت. الفئة العمرية من 15 ل 35 برضو ما كانتش بهذه الزيادات، كانت لا تتعدى 15% من الإصابات، دلوقتي بنتكلم على 25%. فاحنا برضو الشباب في الجامعات وفي المصالح وفي الأعمال يصح ان هم يتابعوا او يتبعوا الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.